وللحديث عن دلالات إعلان لبنان إفلاسه وعجزه عن سداد الديون المترتبة عليه وتضارب التصريحات أيضا، معنا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أهلا بك معنا أستاذ علي. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك أستاذ علي. برأيك بداية، يعني من هو المسؤول عن ما يحصل في لبنان الآن؟ ويعني في حال أن كان هناك إفلاس، من هو المسؤول عن إعلان هذا الإفلاس بشكل رسمي؟ في البداية نتقدم لكم وللأمة العربية والمسلمين حول العالم بالتهاني بحلول شهر رمضان المبارك الذي يحل هذا العام على طرابلس، يعني في جو كبير وخطير من الفقر والإفقار الممنهج. في البداية أيضا دعني أقول بأن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يبدو وكأنه تراجع عن تصريحه، وأن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية قال بأن نائبه سعادة الشامي قصد بأن هناك أزمة سيولة لا أزمة ملاءة. هو هذا التصريح الثاني لمسؤول كبير بالدولة اللبنانية الذي يتحدث عن إفلاس الدولة. التصريح الأول كان للرئيس ميشيل عون عندما أسر بالأمر البطريرك الماروني بشارة الراعي، ثم قام عون بنفي هذا التصريح ونفي هذا الكلام، وأيضا اليوم يتم نفي هذا الكلام الذي قيل. في الحقيقة وكأن هناك نوع من التبليع المتدرج للشعب اللبناني بأن أموالك قد ضاعت، وهي ضاعت في بين أيدي طبقة اللصوص المتحكمة في البلاد، طبقة تحالف ميليشيا المال والسلطة والسلاح، هي التي أودت في هذا البلد إلى هذا المسار الذي يعيشه بشكل غير مسبوق. لبنان الذي كان ملاذا لأموال العرب وغير العرب، اليوم هو يعيش في ضغط فقدان سيولة حتى في العملة اللبنانية. الموظفون لا يتقاضون مرتباتهم، ماكينات السحب المالي أمام المصارف فارغة. هناك أزمة حقيقية ولكن الخشية كبيرة. أستاذ علي، الخشية الأكبر برأيك يعني تكمن من الشعب اللبناني، من المودعين داخليا، أم من المجتمع الدولي ومن صندوق النقد الدولي أيضا؟ الحقيقة يعني هناك، إذا يعني يمكن القول بأن هناك نوع من وكأن هناك نوع من التواطؤ والتآمر المشترك بين قوى محلية وقوى أقليمية ودولية أدت إلى إنتاج الوضع الحالي. بعض الغرب يمارس الضغط على لبنان بحجة الضغط على حزب الله، فنجد بأن الطبقة أو الشريحة الوحيدة المرتاحة قياسا ببقية الشرائح اللبنانية هي الشريحة التابعة لحزب الله. لماذا؟ لأنها لها مساربها المالية وأدوات تمويلها الخاصة بها بعيدا عن النظم المالية الخاصة بالمنتظم اللبناني المال الاقتصادي والاجتماعي إلى آخره. أيضا أن شريحة حزب الله وبفعل القوة وبفعل الهيمنة على مقدرات الدولة اللبنانية السياسية والدستورية والقانونية، فهم يستفيدون مما تضخه بقرة الحلوب الدولة وأيضا مما يأتيهم لهم وحدهم، وهنا حصل الفارق الكبير. وهذا أيضا أدى إلى أيضا تحالف الفساد مع ميليشيا الفساد مع ميليشيا السلاح. وكلنا يعلم الشعار الشهير الذي تبادله وتخادمه حزب الله مع منظومة الفساد الذي هو راعيها بالمناسبة: غطوا على سلاحنا نغطي على فسادكم. طيب، فاتورة غطوا على سلاحنا نغطي على فسادكم أوصلت لبنان واللبنانيين والقطاع النقدي في لبنان الذي كان قطاعا يعني بمواصفات عالمية وبمعايير عالمية، أوصلته إلى الواقع الذي يمر به الآن، طيب. وهو واقع غير مسبوق
على شطة على شطة الصعوبة، وحتى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقرون بأن الأزمة اللبنانية هي أزمة من القرن التاسع عشر، هي ثالث أزمة عالمية في هذا الحجم من المآسي التي يمر بها شعب من طيب، شعوب العالم. نفي صحة التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء اللبناني من قبل، على ما أعتقد من قبل نجيب ميقاتي، نفي صحة هذه التصريحات إلى أي مدى سينعكس إيجابا على الأوضاع في لبنان الاقتصادية خاصة؟ الذي يعلق في ذهن اللبنانيين الآن هو ما قاله نائب نجيب ميقاتي. نائب نجيب ميقاتي هو من طبقة التكنوقراط، وهو مشهود له بالكفاءة العلمية والمهنية والحرفية، وهو المفاوض مع صندوق النقد الدولي، وعندما يتكلم بشفافية، ولو أنه لا يجيد التخاطب عبر الإعلام لأنه لا ينتمي لقماشة السياسيين الذين اعتادوا التكاذب والنفاق. أزمة نجيب ميقاتي والمنظومة السياسية المتحالفة مع حزب الله ليس في مضمون كلام سعاد الشامي نائب رئيس الحكومة، إنما في التوقيت، إنه التوقيت القاتل، لأن هذا الكلام يأتي عشية انتخابات برلمانية يريد حزب الله من خلال هذه البرلمان الانتخابات المقبلة أن يشرعن ويدستر قوته العسكرية، أنه يحكم بالهيمنة والنفوذ، الآن يريد أن يحكم من خلال الدستور، وبالتالي لعمري هذا 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 الموقف لنائب رئيس الحكومة الذي يبدو بأنه تعرض لضغوط كي يتراجع عن كلامه. وأيضا حاكم مصرف لبنان أيضا قال أن المصرف المركزي غير مفلس، وهناك الكثير من الخبراء الاقتصاديين والماليين تعاقبوا في الكلام على أن لبنان ليس مفلس، إنما هناك أزمة إدارة للأزمة، هناك سوء إدارة للأزمة، كما كانت هناك سوء إدارة للدولة اللبنانية منذ ما قبل تسعينات القرن الماضي هناك وحتى اليوم. تأكيد على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، يعني ما الذي يحدث في هذه المفاوضات؟ ما الشيء الذي قد يطلبه صندوق النقد الدولي مقابل إنقاذه للبنان؟ في الحقيقة فاتورة صندوق النقد الدولي فاتورة قاسية على اللبنانيين، لكن اللبنانيين لربما يعتقدون بأن صندوق النقد الدولي لديه معايير صارمة قد تدفع اللبنانيين لتحمل القسوة بعض الوقت، على الأقل تحررهم ربما تحررهم من التهمة الممسكة في عنق الدولة وفي شرايين الاقتصاد وفي شرايين المجتمع، والذي لم يبقى فيها شيء سوى الدماء المتخثرة مع الأسف الشديد. المسألة هنا لعل صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية والمخترقة للسيادة اللبنانية بدون شك لعلها تكون أرحم على اللبنانيين من هذه الطبقة التي أوغلت في سفك دماء اللبنانيين من خلال سرقة أموالهم والتصرف فيها يمنة ويسرى في غياهب الباطل، من ملف الكهرباء إلى الاتصالات إلى الكثير من الملفات الأخرى التي فيها ملف السدود البحرية التي فيها هدر وسرقات موصوفة. نعم، سياسة حزب الله وأيضا التيار العوني خاصة في المحيط العربي، نذكر تصريحات جورج قرداحي وما يعني ما فعلته من شرخ في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وتصريحات أيضا لحسن نصر الله زعيم حزب الله أو ميليشيا حزب الله حقيقة، إلى أي مدى ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا؟ ساهمت بدون شك، ساهمت جدا، وكان لها ردود فعل سلبية. الآن ما يحصل في لبنان هو نوع من التدمير الذاتي للمنظومة. وصلنا الآن إلى الحصن الأخير الذي كان يفاخر به اللبنانيين، وهو الحصن الاقتصادي والمالي. السعودية، المشكلة سيدي الكريم بأن لحزب الله ورعاة حزب الله مشروع
يعملون عليه بالنفس والصبر الطويل، وهذا المشروع مع الأسف الشديد يهزم اللامشروع العربي، يهزم اللامشروع العربي، وهنا الكارثة. العرب يتعاملون ليس مع لبنان فقط، بل مع معظم القضايا بانفعالية وليس ببرنامج واستراتيجية وخطة قريبة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى. نعم، هل تعتقد أستاذ علي، هل تعتقد أن لدى شركاء العملية السياسية في لبنان أو حلفائهم في الخارج حلولاً لهذه الكارثة التي ألمت بالبلاد؟ نتكلم هنا خاصة بالنسبة لإيران. بدون شك هناك جانب كبير من المسألة اللبنانية بات مربوطا ومرتبطا بمفاوضات فيينا، وأيضا مرتبطا بالحوار السعودي الإيراني الذي يعيش هبة باردة هبة ساخنة، والآن دخل على المشهد اللبناني أيضا الحرب الروسية الأوكرانية ولها بتداعياتها الخطيرة، خصوصا وأن ليس لبنان فقط، إنما غالبية البلاد العربية وبلاد العالم يعني تستورد طحينها ودقيقها والكثير من الزيوت والمواد الغذائية من هاتين البلدين المهمين، وبالتالي كل هذه الأمور تنعكس على الواقع اللبناني، سيما وأن لبنان الرسمي للمفارقة الغريبة العجيبة هذه المرة أخذ موقفا مخالفا لتوجهات حزب الله عبر تأييد أوكرانيا وإدانة الهجوم الروسي عليها، ولكن هذا يعني يبقى هذا الموقف تحت سقف المناورات والتخاضم بين شركاء النظام اللبناني، نظام الميليشيا والسلطة والثروة والسلاح. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر خدمة زوم من طرابلس، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لك.